اختك امي امك مادامها الجنوي راه يضرب بها. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تي في مباشرة، معكم كريان بوي، يعني واحد معنا ولد عم هذا الضحية مسكين اللي تعرض للقتل في قرب كوميسارية كريان بوي. تفضل اخويا. هو هنا جاتنا صدمة، هنا ما كناش حاضرين معاه، جاتنا صدمة. شو قالك على ولد عم قتلوا واحد فوق الجوار والدم باين. احنا كما كنا متوقعين هادشي هذا، اش جاتنا الخبر من وقعت الجريمة قدامها في الجوهرة، قدام بوست ديال البوليس الجوهرة. علاش ضربوا البوليس؟ علاش ضربوا؟ خويا ضربوا بالجنوية، ما عرفناش علاش ضربوا. واش كان شي نزاع قبل؟ ما واش كان شي نزاع؟ واش كان شي حاجة قبل؟ ما كناش حاضرين. واش كان شي نزاع؟ كان شي حاجة ما حتى الدروي تعمدي مات ما كيتعرفش درويش مسكينة. ها هو ساكن في طوما مع نتابو تماك، ولكن المشكل المشكل اللي عنده هو درويش الدري، ما كيضارب ما كان عنده حتى مشكل مع شي واحد، ولكن غادي طالع لدارو تلقى هذا السيد تقتلو، ما عرفناش كيفاش السبب، علاش الله اعلم. السيد قال كان جا ونحيح في السوق ديال الجوهره والتقاليد ولا داو توا ضاربو قاتلو، راه حدا الامن تماك وكلشي الناس كتشوف فيه تما قدام البوست ديال البوليس، حدا الدوار ديال البوليس، حدا البوست ديال البوليس. اخر مره شفتو نتوما؟ اخر مره شفتو مسكين مرحوم؟ انا شفتو هادي دابا تقريبا كيكون سيمانه كيجي عند امو هنايا، يعني ما ساكنش هنا هو؟ لا ما ساكنش، كيجي عند امو يشوفها مسكين. كان ساكن هنايا ولكن استقر مع نتابو، كل سيمانه كيجي عند امو حيت يلاه ميت بوه تا هو مسكين، كيجي كيروح على امو. يعني خدام على والدي هو؟ ايوا خدام على ميمتو، على بنياتو جوج، راه عنده جوج بنيات. واخا انت راجل كبير في السن، كنتي كتشوف العهد ديالك هاد الجرائم اللي كتكون دابا ولا لا؟ ما كانش هاد الشيء، ما كانش، ما كانش هاد الشيء، ما كانش. نعم. ما كانش. وشنو كيبان لك انت هاد الشيء منين جاي هاد الشيء؟ خويا الله يمحيك. مشاهدينا الكرام معنا. شوف قول لي يا خويا اسمح لي ما نشتقوش شنو دابا قال لي اسمع لي لا لا كون انا كون يعني انت ولد عمو احكي لنا على هذا المرحوم اللي مات مسكين ترى ولد عمو دريف درويش ماشي شو واحد كيجبد صداع ولا هذا انسان طيب دابا يتمو على الجبنيات الله ياخذ فيه الحق الجبنيات عنده جبنيات مسكين الله يرحمه الله يرحمه شنو كطالبوا لهاد المجرمين؟ مشاهدينا الكرام مباشره معكم ندور بويه امام المنزل ديال الشاب اللي عنده جبنيات اللي تقدر قرب رومبوا جوهره مباشرة معكم من أمام المنزل الشاب اللي تقدر في جوهرة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كان معنا ولاد عمو، الوالدة ديالو مسكينة، الوالد ديالو ميت، الوالدة ديالو حالة هستيريا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من كريان بوي من أمام منزل الشاب اللي تغدر. جريمة بشعة في جوهرة من أمام منزل الأم، يعني الوالد ديالو متوفي هو خدام على الأم ديالو، عنده جوج بنيات كبروا جنوية وفضل على توفى في مستشفى القرب زرابة. الأم ديالو في حالة هستيرية في هاد اللحظات، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشبه؟
على فكره الشاب عنده جوج بنيات. اسمح لي الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي هذا البث.